حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم. حلقة جديدة اليوم من برنامج صغار ستار. راح اتكلم احنا وياكم عن حسن الظن، وكثير مننا لازم يكون عنده حسن الظن يا جماعة الخير في الناس اللي يتعامل معاهم. حسن الظن شيء جميل انه احنا نتعامل معهم في اصدقائنا ومع ايضا عائلتنا ومع اسرتنا ومع كل الناس اللي احنا نتعامل معاهم، انه احنا دائما نحسن الظن فيهم. خلونا احنا وياكم نتعرف عليه موضوعنا اليوم، ونتعرف عليكم برضو انتم من خلال مشاركاتكم على هاشتاج صغار ستار. اليوم معانا موضوع حسن الظن، ايش جهزتوا اليوم عن الموضوع هنا؟ يلا يا رد. مثلا انا الحين انت هنا وانا هنا كذا جالسه. طيب قبل ما تقولي حسن الظن، خلينا نتعرف على اسماءكم عشان المشاهدين يعرفونكم. يلا. عندي سالي. حلو. رات سعدت. تبا الزم. رينات شمالي. خالد فيصل. ميران طيري. يلا تفضلي. مثلا انا الحين كذا جالسه. ايه. انا خلاص صدقتك وصرت صديقتك وكل شيء. وجلست كذا. قلت يو استغفر الله، وش هذا؟ الله ما يحب احد. شكله بيسرقنا، خليني اغير مكاني. واروح اغير مكاني. وانا حتى اصلا ما شفت انت يعني كيف و يعني بس. ممتاز. وانت يا عسل؟ نزلت يعني. حسن الظن اذا شفت ان اثنين يتكلمون ما اقول اي والله هذول تراهم يحشون فيني، لا مو على طول احكم، او يعني مو على طول احكم اي هذول يعني يحشون فيني، يمكن ما يحشون فيني هذول. ف يعني مو على طول، يعني انا حابه اني اقول الناس انه مو على طول يحكمون. يعني شفت اثنين يعني ما على طول اقول لهم الله هذول يحشون فيني، لا لا زي اكيد يحشون فيني. ممتاز. وانت يا تمارا؟ حسب الظن يعني انا اعطي اخي 70 عذر، يعني مثلا اصدقائي تجمعوا ويعني ما جابوني. حلو. لازم افكر، يمكن ما نادوني، لازم افكر، يمكن هم نادوني بس انا نسيت، يمكن انا نسيت التاريخ، يمكن امهم قالوا لماما بس ماما نسيت تقول لي. فلازم افكر قبل ما احكم يعني. يا سلام عليكم. يلا نتحمس اكثر. تفضل انت يا عسل. يلا. ايش عند حسن الظن؟ عارفه ايش عند حسن الظن؟ وانت يا عسل؟ عارفه. تفضل. يلا. مثلا ستيكس زعلان مني، ما هي زعلان مني بس يعني انها اني كان ستيكس زعلان مني بس ما هي زعلان مني، يعني زي بطك بطك. لا 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 ما هي زعلان كذا. بطك 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 بطك. يلا تفضل تفضل. ان ستيكس ما هي زعلان. يا ربي. يلا تفضل. صديقتي ما هي زعلانة مني بس أنا أشوفها. كملي. يلا أوكي. أنا صديقتي ما هي زعلتني بس إني أشوفها دائما إنها ما تكلمني، وأنا ما على طول أحكم عليها، أقول إنها هي مزعلتني ما تكلمني دائما، وإنها ما تحبني بس تحب أصدقائي الثانيات وتتكلم معهم. فأروح أسألها، يمكن عندها أشكال يعني أشكال 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 وألوان مشكلة يعني في البيت. مشكلة مشكل. مشكلة في البيت عشان كذا ما تقدر تتكلم، وعشان عندهم مشكلة. ما عندهم أشكال وألوان. ما عندهم بطاطس. والله ما عندهم بطاطس. حسب أن الآن أنا شفت أي أحد قدامي تغريب دائما صحيح حركات بجدري. يلا ترى ما تقبل هذه الحركات. طيب يلا كمي. يلا. حس الظن معناه ان احد قدامي اني ما احكم عليه بسرعه. خلاص راح اتكلم. وش هذا؟ لا خلاص والله اكبر. يلا. حسن الظن معناها اذا انا شفت احد قدامي ومو بسرعه احكم عليه، مثلا ما اقول ان هذا كذاب ما يحب احد، في الاخير هو صادق مو كذاب، ما احكم عليه بسرعه، لازم اشوفه، لازم تكون، لازم اسوي عشره معه عشان اعرف، عشان يعني تسوي العشره تجيبين عشا مثلا؟ لا هي يعني تجيب عش، هي عشره يعني اجي معها، يعني اجي مع هذه البنت واسولف معاها واتعرف عليها بزياده. يا سلام. ثم وين احكم عليها بالاخير؟ وانا حابه انصح كل الناس اذا شافوا احد ما
مو على طول يحكمون عليهم، لازم يسوون عشره معاهم عشان يعرفون كيف اسلوب طريقتهم وما نحكم عليهم. يعطيك العافيه. وانت يا ميران يلا. اذا انا شفت يعني اثنين قاعدين يتكلم اي عاد سوي اللي تبغى سوي اللي تبغى. اذا انا عادي اذا انا يعني شفت اثنين يعني وهم قاعدين يتكلمون ما اروح اقول يعني هذول يتكلمون عني وهذول يعني يتكلمون عني وهذا لا. اول شيء لازم يعني لازم منك يعني تحسني الظن فيهم. اي صح. ايش بعد؟ شكرا وخلاص. واذا واحد يعني اذا بنت اولها تشوف اثنين ما يعني يتكلمون مع بعض ما يروح يقولهم لا انت ما تحسبني. شكرا لكم، وهذه كانت نهايه حلقتنا من صغار ستار، والى اللقاء نراكم في حلقه ثانيه. فاصل. يعطيك العافيه. طيب اليوم حنا نتكلم عن حسن الظن صح؟ وحسن الظن يعني مثلا انا الحين جالس هنا لحالي او اكلم مثلا رند ولا اكلم منيره وخديجه ولا ام رقيه مثلا رقيه معنا اتكلم مثلا في اذنها واتكلم في شيء شوي شوي تجي واحد تقول شفتوا شكله يحش فينا صح؟ ما يصير احنا نسوي فيه هو ما يحش فيه هو ما يحش صح؟ هو يعني يقول يعني شيء ما على طول يروح يقول لا هذا يحش فيني لا او يعني هذا يتكلم عن شيء ثاني. اي فاحنا اليوم لازم نكون نحسن الظن في الناس صح؟ وتعاملنا مع الناس. يعطيكم العافيه. خلونا نشوف اليوم اخبار صغار ستار. الخبر الاول نبغى مع المؤثر. ها يلا الخبر الاول يقول لكم ارقام مخيفه ودراسات عالميه تدق جرس الانذار حول قياده صغار السن من هم دون 13 سنه للسيارات في السعودية. ترجمة. الترجمة يقولون لكم يعني في أرقام كثيرة يقولون إنهم في صغار كثير بالسعودية عندنا هنا عمرهم 13 سنة وجالسين يسوقون السيارة. رأيك هذا خبر؟ ويصدمون يسوون حادث. غير جيد. أنا تذكرت موضوع يلا بس بقول شيء واحد. لحظة نتكلم عن الخبر حنا. إيه وقلت غير جيد. غير جيد تفضل يا طال عمرك. هو غير جيد لأنه أنا شفت يعني. ايوه ما انا شفتي؟ لا تنظرين طلع لي انه انا شفت يعني واحد يركب انا شفت واحد يشد سياره ما قاعد خلاص خلاص لا لا خلاص خلاص نسمع التعليق يلا خلصت خلصتي يلا تعبانه يلا غير زي غير زي انت ما ادري ما ادري ماني يلا انت غير جيد لانه المفروض ان اهلهم يعلمون السواقه لما يصيرون في الجامعة. اخوك اللي جايبكم انتم؟ انا؟ ايه. لا سواق. ما شاء الله حلو. وانت يا خوله؟ مو بزين. ها؟ مو بزين. ها؟ مو بزين. ليش مو بزين؟ يعني هو مثلا اكله ولا طبخه مو بزين علشان مخلون صغار السن يسوقون وهم عمرهم 13 12 14 ستة. لازم اذا وصلوا حد 30 يسوقون. وانت يا ميران؟ غير جدد. غير ايش؟ غير جيد. غير جيد. طيب شكرا لك يا ميران. الخبر الثاني يقول لكم والاطفال الذين يتعرضون للجراثيم اكثر حظا في المواجهه مواجهات الحساسيه. يعني يعني كثير كشتهم طايره وتطيح حلاوه وتاكلها بعد الحلاوه قبل ما تطيح والجراثيم ها وياكل ترى عندنا خبز على تراب وهفاه وكلاها هفاه صح بس احنا عندنا هنا في بعضهم تطيح الحلاوه ثم تشيلها تاكلها كذا يطيح تاكل ولا تغسل يدينها كذا مثلا ولد اقول لك مثلا ولد يجي طاحت حلاوته امه يبغى يشيلها امه سحبته جت من شافت الحلاوه طايحه كلتها بعد الولد المشكلة بعد الولد وفيها ترث طيب اسمعوا واللي ياكل واللي يتغدى بدون ما يغسل يدينه واللي مثلا ما يفرش اسنانه فتجيكم يعني هذا هم يقولون خبر انا بعيش اسناني في اسبوعين في اسبوعين وش رايكم في هذا الخبر؟ تفضل يا رب ولا مكرونه بالمرض شايف هذا الخبر؟ وانت هذا يعني غير جيد لانهم يعني غير جيد لانهم هي لا تسوي طيب طيب يلا لان سويت الموضوع
خلاص المهم لانه يعني هذا مضر لصحتهم. ممتاز. وانت يا تمام؟ يا زيد. وانت؟ انا لان انهم ياكلون اظافرهم ولا ترمي بنت تاكلها. وانت يا صح؟ غير جيد. وانت يا خوله؟ يعني ما تسوون كذا، من شيء طايح على طول تاكلونه؟ لا لا. وش الواجب عليهم يسوونه طيب؟ ما يعني ما ياكلون شيء ياخذون يرمون على الزباله من النظافه. يعطيكم العافيه. وطبعا دائما يفرشون اسنانهم حلو. دائما يفرشون اسنانهم قصدي اسنانهم كل يوم بعد يعني قبل يعني لا تاكلين تفرشي اسنانك. يا سلام. وبعد ما تاكلين تفرشي اسنانك، وتجي تنامي تفرشي اسنانك، وتقوم تفرشي اسنانك. بس. وتنامي تفرشي اسنانك؟ لا. قبل انا ما اروح لما انفرش دائما افرش اسناني في الاسبوعين افرشها. بس في الاسبوعين؟ كل اسبوعين يوم. كل اسبوعين يوم؟ ايه. وانت ايش تفرشي لها بتراب ولا بايش؟ شكلك جيبي تراب وتحطي لنا حصات. لا. يا كل اسبوعين. حصات. شلون؟ فرشة ومعجون. إيه؟ ما استخدمون معجون الكبار. شكرا. ما استخدمون. طيب يعطيكم العافية. شكرا عليكم. شكرا عليكم مرة. شكرا علينا. شكرا. شكرا لكم ما قصرتوا. يعطيكم العافية. خلونا الحين يعني نروح وياكم نشوف الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم بعد الفاصل. احنا دائما في فقرتنا نقول يعني فقره الحكايه والقصص. اليوم معانا ماما نعيمه. ماما نعيمه دائما احنا نشوفها بالتلفزيون نسمع من عندها حكايه جميله. اليوم هي تواجدت معانا بالاستديو ونورتنا بالاستديو ونرحب فيها ونقول يا مرحبا ماما نعيمه، واحنا متشرفين وامانه يعني نورتينا اليوم ماما نعيمه. النور باستديوتكم والله. شكرا لكم. الله يطول بعمرك يخليك. اليوم ماما نعيمه جابت لكم جوائز بتقول لنا حكاية، ومن ضمن الحكاية حتسألكم يعني عشان كذا ركزوا. خلاص ركزوا يلا. اليوم يعني احنا لما نسمع بس ماما نعيمة شو بتقول لنا نسمع ونركز، لأن بعد كذا حتسألكم أسئلة يعطيها العافية. تفضل يا ماما نعيمة. سبحان الله. في شيء اسمه ظن، الظن بالله. الظن بالله ينقسم إلى قسمين، كل قسم له على حدة. فالظن بالله سبحانه وتعالى لازم أي حاجة نبغى نسويها لازم نتوكل على الله سبحانه وتعالى إنه هو هذا اللي حيسوي لنا هذه الحاجة. وفي كل شيء، مو بس في شيء وفي شيء، في كل شيء، حتى لو تبي تطلبي أقل حاجة برضك إنك تعتمدي على الله. هذا الظن بالله، تعتمدي على الله سبحانه وتعالى إنه هو إيش؟ إن هو حيحقق لك أمنيتك هذه. الظن بالناس، لا تظني بالناس مثلا إلا كله خير، لا تظني بالإنسان إلا كله خير. ليش؟ مثلا صاحبتك مثلا ما زهمت عليك يوم أو يومين وما تظني فيها إن مثلا أنا زعلانة منها، ليش ما زهمت علي؟ لا، التمس لها العذر على أساس إنها بلكن تكون تعبانة، بلكن تكون يعني مريضة أو عندها عذر، أو مثلا يعني سبحان الله إسهر لأهلها ولا شيء اللي التهت عنك وما كلمتك. هذا ظن الإنسان. فلا تظني بالإنسان إلا غير كله خير. زي ما قلت لكم، أي حاجة تبي تطلبوها حتى لو تبي تطلبوها من أبوكم لازم تتكلوا على الله سبحانه وتعالى. الظن بالله إنه هو هذا حيحقق لكم هو أبوكم، أبو الله بعد أبوكم. عرفتوا كلامي؟ فأنا أبغى أوضح لكم عن هذه الكلمتين. وزي ما قلت لكم الأصحاب والحبايب والصدقان لازم ما نظن فيهم شيء بطال، لازم نظن فيهم شيء طيب. مثلا أمك مثلا قالت لك والله، يعني في بعض من أمهات يقول والله هذه الإنسان مثلا هذه البنت لا تمشي معاها، هذه مثلا بلكن مو طيبة، هذه ده. أنت لا تأخذي كلام مامتك، أنت خذي الظن بنفسك. أنت إيش تبي تسوي؟ هل هي هذه صحيح كلام ماما اللي بتقول لي طيبة ولا لا؟ أرجع أفهم ماما وأقول لها يا ماما
هذه معايا في المدرسة مثلا، أو معايا في أصحابي، أو معايا مع صديقاتي، بنت طيبة وبنت كويسة وبنت يعني أقنع أمي بهذا الشكل. عشان إيش؟ هذا يسموه ظن الإنسان، وظل الله سبحانه وتعالى هذا طبعا ما فيش أحد غيره. مين يقدر يقول لي إيش الفرق بين الظن هذا وبين الظن هذا، بين الظن بالله وبين الظن بالإنسان؟ تفضلي. الظن بالله يعني أي شيء أبي أتوكل على الله، لكن الظن بالإنسان يعني إذا جتني يعني أمي قالت لي لا تمشي مع هذه البنت مشاكسة، ما على طول ما أروح أسمع كلام أمي، لا أشوف البنت، إذا طيبة البنت أروح أقنع أمي إني أنا يعني شفتها وتكلمت معها والبنت طيبة وما فيها شيء. شاطرة صفقولة ما شاء الله تبارك الله، الله يحميكي ما شاء الله ما شاء الله. طيب والظن بالإنسان؟ يلا ان يجي احد يقول لك مو سواء امك يعني ابوك او مثلا كان غابت عنك يوم يومين ما سالت عنك، ايش تقولي لها؟ ما تسالي عنها الا بس او تظني عنها انها تعبانه او وجعانه او حاجه زي كذا، ما عنها انها ما اتصلت فيني عشان زعلانه مني ولا صاير شيء بينها مشكله. ايوه لا لازم اظن الشيء الكويس يعني، وتسمعي عليها وتكلميها وتطمني عليها، يمكن عندها مشاكل عائليه، يمكن عندها ظروف. بالفعل صحيح، برافو عليكي ما شاء الله تبارك الله. يلا صفقوا لها كمان ما شاء الله تبارك الله، تفضلوا على الهدايا. يلا فراتي خذ هدايا، كل واحده تاخذ لها هديه اليوم. ماما نعيمه وعندنا احنا الظن الحسن والظن بالله، اي برضو فرات وخوله قالوا اجاباتهم واخذوا جوائزهم. انا كل الباقيين ياخذوا كمان عشانهم كلهم سامعين وهادئين ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافيه، نعطيهم ان شاء الله بس بعد اللقاء عشان ان هم ما شاركوا، ما شفت اللي شاركوا ثنتين، ايش رايك؟ ماما نعيم انا قلت لهم كل الجوائز اللي هم اخذوها ما شاء الله، يعني هم اللي ياخذون الجوائز، احنا نقدم ونتعب ولا في شيء، فانا بجمركم كله، ما حيطلع من الاستديو الا ماخذ منه. لا لا حرام مساكين، تفضلوا تعالوا لا تفكين الجائزه خلوها بعدين. تفضلوا خذوا كلكم، يلا تفضلوا، يلا تفضلوا تفضلوا كلكم خذوا. الله تقول شكرا ماما، كل سنه وانتم طيبين. حبي راسها. شكرا شكرا حبيبتي، شكرا يا رب يسعدك ما شاء الله. قولوا شكرا ماما نعيمه. ان شاء الله شكرا شكرا، الله يسعدكم ان شاء الله. شكرا ماما نعيمه. شكرا حبيبتي قلبي ما شاء الله عليك. لما تزعل شكرا الله يعطيكم العافيه. يا حياتي شكرا. لا هذه الطرفه، هذه الطرفه حبايبي. يا حياتي شكرا. يلا اجلسوا اجلسوا. اي يوم في هدايا سكتوا، يوم في هدايا سكتوا، حبحبتوا راس ماما نعيمه. يعني يوم ما في هدايا كان الحين قلبي الاستديو زعلك. يعطيك العافيه ماما نعيمه ما قصرتي. احنا سعيدين بتواصلك معنا اليوم وتواجدك معنا. بالعكس والله انا سعيده وشكرا الحمد لله اللي استفادوا من هذه الكلمتين، هي جميل. كلمتين ما هي كثيره الله بس برضه استفادوا منها ان شاء الله يا ربي دائما امشوا عليها. سمعت اليوم ماما نعيمه حتى لما تكبروا ان شاء الله. يعطيك العافيه شكرا ماما نعيمه، يعطيك الصحه ان شاء الله والعافيه، ونشوفك معنا مره ثانيه. جزاك الله خير. خلينا نروح الفاصل، نرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معنا. حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم من جديد، وبعد الفاصل نرجع لكم. اليوم احنا راح نتكلم عن موضوع مهم كثير للاطفال، وموضوع لازم يعني احنا نهتم فيه كمربين، وبرضه كذلك يعني اليوم الموجودين معانا البنات والاولاد اللي يتابعونا لازم يهتمون في هذا الموضوع. راح نتكلم ان شاء الله احنا وياكم مع الاستاذه روان، مثقفه صحيه في استوديو صغار ستار. حياك الله استاذه روان. حياك شرفنا الله. فيك وتواصلك معانا، وانت ما شاء الله تبارك الرحمن من المؤثرين بالسوشيال ميديا، ولك ما شاء الله تبارك الرحمن رسائل تقدمينها من خلال حساباتك الشخصيه. صحيح. وتشرفنا اليوم ان يعني تكوني معنا في استديو صغار ستار. راح نتكلم اليوم عن التحرش عند الاطفال. صحيح. اليوم يعني ممكن الاطفال كثير مننا حابه تقدمين لهم رسائل توعويه او تثقيفيه من خلال اليوم احنا نسمع بالتحرش او يسمعون هم بالتحرش بس ما هم عارفين ايش. تفضل. طيب اول شيء شكرا على هذا الموضوع، يعطيكم العافيه. فعلا الموضوع جدا مهم خاصه الفتره هذه، مع الاسف ان النسب قاعده تزيد،
وممكن ان عيب او مجتمع مع الاسف يعني بعض الافكار الخاطئه هي اللي تمنعنا ان احنا ما نطرق المواضيع زي كذا، مع العلم انها مهمه جدا يعني خاصه الاطفال انهم يكونون عارفين عنها. ممتاز. الموضوع اللي بنتكلم عنه ان شاء الله اليوم اللي هو الاعتداء على الاطفال. هل انا اقدر او اسمح ان احد يضربني بدون اي سبب غير مثلا ماما وبابا؟ هل انا اسمح ان احد يلمسني كذا بدون اي سبب؟ هل اسمح ان احد يقول لي اي كلمه تضايقني او تزعجني؟ طبعا الكلام اللي مو بزين اللي ما يصلح نقوله ابدا. ممتاز. يا سلام استاذ روان. طيب اليوم احنا لو قلنا يمكن كثير من الاطفال يتعرضون لبعض شو اسمه الاعتداءات يعني. صحيح. احنا علشان نثقفهم اكثر انه نقول لهم لا والله في مثلا اماكن او في مثلا شغلات احنا نتعامل معاها، وانت قلتيها قبل يمكن انه هم كلهم يسوون حركه ممكن نعرفها احنا وياك. جسمي ملكي. ايه؟ لا يلمسه احد غيري. طيب ممكن نطبقها معاهم كلهم. طيب ممكن كلنا نوقف. يلا وقفوا بس يا بنات. طيب. اسمعوا كلام الاستاذ روان. نسوي حركه اكس. يلا ونقول مع بعض جسمي ملكي. جسمي ملكي. لا يلمسه أحد غيري. لا يلمسه أحد غيري. ممكن نسمح لأي أحد إنه يجي يلمسني أو يضربني أو يقول لي كلام ما هو زين؟ أكيد لا. يا سلام عليكم. طيب اليوم وش التوجيهات اللي أنت توجهينها كذلك يعني من خلال الربط بين الأسرة بشكل عام وبرضو خلينا نقول الأولاد والبنات يعني بناتهم وعيالهم، كيف إنه إحنا نوجههم بطريقة سليمة بحيث إنه نثقفهم؟ يعني بعض الأهل كل أمانة يعني بعض الأهل يمكن الموضوع يصبح عنده عادي، مو عادي بطريقة أنه بس ما في تثقيف من خلال اليوم الموضوع احنا نتكلم عنه، ما يثقفون عيالهم يعني، والمفترض أنه لازم أنه كل أم وكل أب يتابعنا اليوم أنه يثقف عياله ويعلمهم الأشياء اللي احنا نتكلم عنها اليوم في الاعتداءات أو التحرش إلى آخره يعني. فأنت بدورك أستاذة روان ومثقفة صحية إيش توجهين رسائلك من خلال اليوم صغار ستار للأمهات والأباء اللي يتابعونا؟ طيب طبعا مع الأسف أن الموضوع الاعتداءات والتحرش ما هي يعني محصورة فقط أن مثلا على مكان معين أو أن أترك أطفالي في الشارع أو أنهم يروحون مولات بدون رقابة. أيوة. الموضوع تعدى هذه الأماكن، الموضوع وصل للسوشيال ميديا. أيوة. على تويتر، على الإنستغرام، على مواقع كثيرة ممكن أي شخص أنه يوصل الأطفال صغار بريئين وممكن يؤذيهم سواء بتصرف بأفعال بألفاظ أو أيا كانت الطريقة، يعني الاعتداء ما هو فقط اعتداء سلوكي. حلو. اللي ضروري يفهمونه الأهالي أن في رقابة مهمة جدا هم غافلين عنها عن طريق أول شيء استخدام الأجهزة. أيوة. في عندنا إعدادات خاصة ممكن أن احنا نسويها على اليوتيوب بحيث أن احنا نحدد المصطلحات والمقاطع اللي ممكن ان اطفالنا يطلعون عليها. نفس الشيء بالنسبه لجوجل، واتوقع تقريبا كل البرامج فيها هذه الميزه يعني اللي ممكن احنا نستخدمها للاطفال. حلو. ممتاز. ضروري برضو ان الاهالي يتابعون الاجهزه بعد اطفالهم. في عندنا اللي هو الهيستوري ممكن انه يشيكون عليه يشوفون انا طفلي اخر مقاطع شافها، اخر كلمات بحث عنها. حلو. طبعا الرقابه تكون انه بشكل لطيف ما يكون فيها إزعاج. حلو. أو إنها تكون علنية أن للطفل. ممتاز. سحب الجهاز أو أنه راقب، يعني تكون لطيفة شوي. ممتاز. برضو نوعي أطفالنا عادي يعني ما في مشكلة كوني أم أو أب أني أحدد أشياء معينة أن أطفالي يستخدمونها بغض النظر كم كان عمره. أنا أعرف الفئات الموجودة في مثلا البرامج هذه أو الرسائل اللي تقدم ممكن أن أمنع طفلي عنها. ممتاز. يعني ما زال صغير وتحت سيطرتي. حلو. أوجه الطفل برضو على الحلال والحرام، يعني هذا شيء كبير يعني والحمد لله إحنا نفتخر فيه أن ديننا وإسلامنا كرمنا عن هذه الأفعال الشين. فضروري أن إحنا نوجه أطفالنا ونعلمهم وش الصح وش الغلط. حلو. حدودهم وين؟ الأشياء المسموحة. برضو أني أحدد وقت معين يستخدمونه يعني أن الأطفال يقدرون يستخدمون الأجهزة. مثلا وقت مثلا الآيباد، وقت ثاني للأكل، وقت للأسرة. حلو. فبحيث تكون في رقابة والجدول واضح وأنا عارفة طفلي. ممتاز. وش راح يشوف أو وين راح يوصل أصلا مع مين راح يطلع برضو. جميل. سمعتوا الكلام يا بنات؟ سمعت اليوم ما شاء الله أستاذ روان. ايه. اليوم احنا قاعدين نقول وايضا روان تقول
استاذه روان تقول انه احنا لازم نراقب عيالنا في اجهزه بالايباد، في تطبيقات كثيره ممكن انه تسوي حمايه للاطفال من خلال يعني الاجهزه الايباد او الجوالات بشكل عام، واعدادات معينه في البرنامج نفسه برضو. اقدر انا اشيل خاصيه معينه بحيث تصير في فلتر على الكلمات او المواضيع. ممتاز. طيب اليوم احنا برضو نشوف ارقام كبيره وازدياد بشكل اكبر في التحرش او الاعتداءات، وش هي الاسباب اللي تخلي هذه الارقام تزود عندنا؟ يعني في اسباب اكيد كثيره، من اهم الاسباب اللي تزودها عشان ممكن يقللون من حدتها مثلا الاهالي او الاطفال او الى اخره. اول شيء اكيد الوازع الديني، قله في الوازع الديني. الحمد لله احنا تفتحنا، صرنا نقدر نوصل اشياء مره كثيره. ممتاز. اقدر اسافر واروح اماكن كثيره وانا في مكاني. صح. ما احتاج اي شيء. فالوازع الديني جدا مهم، هذا اول شيء. حلو. عندنا الفراغ، العطاله، الانسان سواء شباب او بنات ما في شيء يشغلهم، ما في عمل يشغلهم، ما يستفيدون من المهارات اللي عندهم. كوني انا انسان فاضي اكيد راح الجأ لاي طريق ثاني، وغالبا ان الطرق هذه تكون سيئه، سواء تكون في اعتداءات او افعال يعني غير مرضيه، في يعني اكيد انها راح تكون سيئه على المجتمع والبلد نفسه. طيب يعني برضو عدم يعني خلينا نقول التوعيه. أكيد. هي عدم التوعيه برضو، التوعيات. أيه. الطرق، استخدام مثلا الاجهزه، البرامج، كيف انا اشغل وقتي. اشياء كثيره للامانه. ممتاز. يعني مع الاسف ده. يعني للاسف برضو احنا نشوف، هل تشوفين انه استاذه روان انه اعلامنا مقصر من هالناحيه في توصيل وتوعيه، خلينا مو بشكل عام الاطفال، يعني في كل الاعلام، في برامجنا، في مو برامجنا احنا اقصد، في برامج يعني المجتمع السعودي بشكل عام، هل تشوفين انه مقصر مع هالموضوع؟ في تقصير. إيه؟ في تكتم على قضايا ومواضيع كثيره سواء على صغار او كبار. حلو. كمجتمع محافظ ما نبغى ان نتطرق لهذا الكلام، ما نبغى نوعي اطفالنا. حلو. واهالينا. اذا ما كان في توعيه، اذا ما كان في اعلان عن هذه الاشياء، اكيد الموضوع راح يزيد. ايوه. فاحنا اليوم نقول برضو بالتوجيه وبالتوعيه وبالتثقيف احنا لازم نكون في الاشياء، وهذا الشيء يعني امانه الموضوع مهم كثير، خاصة للبنات، يعني البنات الصغار اليوم معانا، انه احنا لازم، سمعتوا كلام استاذة روان ايش تقول؟ يعني لازم احنا ننتبه على اي احد ما يتعرض لنا، ومثل ما قالت لكم استاذة روان ما شاء الله تسوون علامة الاكس، وايش تقولون؟ ها؟ جسمي ملكي لا يلمسه احد غيري. يا سلام عليكم، هذه كلمة يمكن خلاص ما راح ينسونها المشاهدين اللي يتابعونا. ان شاء الله ان شاء الله انهم كلهم يكونوا يعني ياخذون هذه الكلمة، ايوه ياخذون هذه الكلمة ويطبقونها. طيب استاذ روان، انت من خلال تثقيفك او من خلال توجيهاتك اللي دائما ما شاء الله تقولينها سواء بالسوشيال ميديا او بالاعلام بشكل عام، في رسائل اكيد تبي توصلينها انت شخصيا لجميع المشاهدين اللي يتابعونا، او من خلال يعني المجتمع، او من خلال تواصلك، او من خلال حساباتك في التواصل، ممكن احنا في صغار ستار نعرف ايش الرسائل اللي ممكن توصلينها؟ هي رسائل توعوية بشكل عام. حلو. أحرص أنها تكون بسيطة وهادفة، ما تحتاج تفاصيل كثيرة أو معلومات كثيرة، رسالة بسيطة وهادفة. جميل. سهلة جدا. الله يعطيك العافية. حابة تقولي حاجة في نهاية اللقاء؟ أبد. شكرا لكم، يعطيكم العافية. وإن شاء الله أن الموضوع يعني فعلا يلفت نظر الكثير، هذول أطفالنا هم المستقبل، إذا ما حافظنا عليهم. ممتاز. الله يستر وش يصير بعدين. الله يعطيك العافية. اليوم هم منسجمين معك ومع الموضوع، مستمتعين بالموضوع. يعطيهم العافية. شكرا لك، يعطيك العافية. نروح الفاصل، نرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معنا. كيف حالك يا جاز؟ طيبة. شو أخبارك؟ سهلة. مبسوطة؟ يا ما شاء الله، يعني أنت مع الجو مع الرطوبة صغرتي ولا شلون؟ كرتي أطول شوي. ولا مع الرطوبة شمرتي؟ ها؟ صغرتي مع الرطوبة؟ تسوي مشاكل، أتوقع أنك دائما تتضاربين أنت وأختك حصة. إيش المشاكل اللي تسوينها في البيت؟ صاغبة صح؟ ها؟ كيف تنامي أنت؟ كيف تسوي بعيونك وأنت نايمة؟ كيف تنامي؟ يلا علميني علميني، لسه ما بعد بدينا احنا، احنا اليوم بنسولف معاك قبل ما نبدا، يلا. كيف تسوي؟ وأنت نايمة؟ ما شاء الله، يعني قاعد يعني مثلا تخرعين مثلا وتخوفين مثلا الأحلام اللي تجيك؟
ولا ايش؟ ها؟ انت ما شاء الله بس تضحكين يعني اليوم نصور كذا ضحك اليوم. يلا اليوم بنكون مع ضحك الجازي نبي نعلمهم ضحكك يعني. ها؟ طيب يلا نبغى نسولف. سولفي معانا تعلمينا وش اسمك و وين تدرسين؟ كم عمرك؟ ايش تحبي تكوني؟ تبغى تصيرين زي حصة ولا احسن من حصة؟ انا بصير دكتورة اطفال. ما شاء الله، خلاص لازم احنا نجيب الاطفال عندك ونحط عيادة عندنا بالاستديو وتجين تصورين عندنا، تجين تعالجين عندنا هنا. خلاص؟ ها؟ طيب يلا، قولي اسمك، وين انت، سنة كام؟ وش تحبي تكوني؟ وش تحبي تسوين؟ يلا. اسمي جازي. ايوه اسمك جازي؟ ها بس جازي اسمك؟ وين بابا؟ وين جازي؟ ايوه بعد اروح اعطيك. ايوه ايش بعد تدرسين انت يا جازي؟ سنه كم؟ اوف يعني ما تعرفين سنه كم؟ توك بالرضا ولا بتمهيدي؟ ها ولا شيء. انت ودك يوم من ايام تصيرين زي حصه ولا تقولين انا مثلا انا سالتها وجهي يا صديقاتي بالمدرسه. بالمدرسه؟ بالمدرسه. بالمدرسه تتهاوشين صديقاتك؟ بس ذيك المره واحده ما اعرفها جت دفتني على ذي. اوه ايش صار لك كمان لما دفتك؟ صديقه حصه اعطتها كف. اوه يعني انتم قلبين المدرسه مصارعه هناك. ها بكيتي؟ يعني بكيتي ورحت اشتكيتيها عند مديرة؟ يعني جت اختك حصة و انا ما اشتكي عند المديرة. اجل بس اشتكي عند الابلة. عند الابلة؟ قلت شفتي هذيك مكشة مكشة طايرة ضربتني يا ابلة؟ ايش اسم الابلة هذه؟ ايش اسم ابلتكم؟ جميلة. جميلة. انا اليوم ابي اتعلم انجليزي مع الجازي، يلا يا جازي. مامي ايوه عندك جوده؟ الله صح عرفتك انا الحين، يوم من الايام انت جيتي سمعتيني جوده، كان صوتك مره حلو، يلا سمعينا. عاد احنا جاي من الرياض عشان نسمع صوتك، يلا. اني وبيبيبا شكلي جميل يا محلى جمالي يا مل امين يا اطفال يا اطفال يا حلوين اشرب الحليب بالصحه والقوه اسأل الطبيب. يا سلام عليك، شفت قايل لكم انا عنده صوت حلو وعنده كلام انجليزي، بس ما ابغى بالانجليزي، انت قلتي لي بالانجليزي صح؟ ياس. ها؟ يلا ياس اوكي يلا تفضل. يلا داري مامي. ايوه سيستر. مامي سيستر ايش كمان؟ داري ايش؟ داري. ايوه داري اوكي. وش كمان؟ بس ايش معناها الحين؟ انت قلتي هذه ايش معناها؟ ابي اتعلم منك، انا اليوم قلت لكم ابي اتعلم منك، يلا. يعني ماما ايه؟ وبابا حلو واختي حلو واخوي. طيب بسألك جازي، ايش تحبين دائما انت لما تصحين من النوم؟ علمينا لما تصحين من النوم ايش تسوين؟ افرش اسنوني. ما شاء الله. وبعدين اغسل وجهي. الله. بعدين البس المريول. ايوه. بعدين اخذ الشنطه وافطر وبعدين اروح المدرسه. ما شاء الله عليك. انت زي الجازي ما تفتحين الجوال او الايباد او تلعبين وقت المدارس؟ ها زي حصه عفوا؟ إيه؟ ها ولا 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 انك انت مختلفه عن الحصه؟ لا انا ما افتح ايبادي. ما تفتحين ايبادك الا متى تفتحين ايباد؟ ولا يوم. شلون؟ بس اجلس على التلفزيون. بس على التلفزيون؟ إيه؟ ولا ايباد ولا شاي؟ ما شاء الله عليك. طيب احنا اليوم شفنا حقت حصه، صوره حصه، بنشوف صوره بس يعني مره مره شكل مختلف، يعني مرة في فرق هنا. هذه صورتك؟ أكيد أكيد أن هذه صورتك يعني؟ بس مرة مختلف الوضع، يعني أنا قاعد أشوف الحين وتشوفون معي، يعني إذا تشوفون معاي مرة فرق الصورة. يعني شوف أنا علمك، يعني في فرق أنه أنت هنا، ها ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني
غير عن الحين، شلون سويتي يعني؟ كيف؟ ها؟ ايش سويتي؟ ها؟ تذكرين هذه الصورة؟ كنت تذكرين؟ ما كنت تذكرين؟ بس تعرفين انه هذا مين؟ أنا. أنت لما تشوفينها، يلا أعطينا مثل، خلينا نسألك زي الجازي. لما زي الحصة، لما تشوفين الصورة إيش 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 تقولين؟ تفكر تقول الله ودي يوم من الأيام أن أرجع زي ما كنت أول. يلا أقول كذا. تقولين كذا؟ يا الله وقلبي زين، ودي أرجع زي أيام أول. أيام الطيبين، أيام يمكننا يوم كان البيت كان البيت شعبي وكان البيت طين. ها تقولين كذا؟ يلا قولي قولي للناس اللي تحبين. ها والله جدي أردت أرجع مثل الأول. صدق تبي ترجع؟ صدق تبي ترجع مثل الأول؟ والله ما أكذب. صدق يعني تبغى ترجع مثل؟ ليش طيب تبي ترجع مثل الأول؟ لأنه أحب أرجع مثل الأول. وناسة. وناسة مدلعينك أهلك يشيلونك. إي بابا كذا يوم كنت صغيرة. كان يدلعك بابا منك صغيرة. إي. والحين يوم كبرت. كان يشيلني ويحطني بحضنة ويبوسني. الله الحين خلاص جاء أكيد أحد جاء غيرك. لا لسه باقي بابا يبوسنا ويدلعنا ويشترينا ويسوينا كل شيء نبي. كل شيء ما شاء الله، الله يخلي لكم بابا إن شاء الله ماما. طيب. إيش ودك يا الجازي تقولين الناس اللي يتابعونا اليوم من خلال وتعنا؟ أنا أحبهم كثير. هنا ناظر الكاميرا وقولي لهم يلا. أنا أحبهم كثير. أيوة. إيه؟ إيش كمان؟ إيش كمان؟ بعد ودي كلهم لا تكرم لأن الحين شوفي الناس اللي بيتابعونا يقول الله الجازي قاعدة تاكل رمل، يعني ممكن يوم من الأيام واحدة تروح وتاكل رمل صح؟ فأنت قلتي طعمه زين أول والحين طعمه مو كويس، ممكن يقولون لك أنت قاعدة تاكل رمل، فإيش بتقولين لهم؟ ها؟ لازم تعلمينهم، لازم تقولين يا جماعة انتبهوا لازم ما ياكلون رمل. ايوه بس انا كنت يوم انا صغيرة ما كنت تدرين يعني، بس يوم كبرت لا ما صرت تاكل. حلو، يعطيك العافية، شكرا لك يا جازي ما قصرتي، مرة جميل اللقاء معك، كان سواليفك الحلوة، يعطيك العافية، شكرا. لا بصوت حلو يلا شكرا. الله يعافيك. يعطيك العافية. العالم كله شايفنا حياكم الله ويا مرحبا فيكم، وصلنا احنا وياكم الى نهايه حلقتنا، نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من برنامج صغار ستار، تابعونا ان شاء الله كل يوم من الاحد لين الخميس، نشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.